أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون الشعب. قبل ما نبدأ أعزائي المشاهدين بالحلقة بتاع النهاردة لازم طبعا نهنئ الفائزين معنا في المسابقة. طبعا اللي فاز معايا النهاردة أشرف فالح سليمان من عزب السليمان عمارة مركز الفشن محافظة بني سويف، وهيكونوا معايا دلوقتي ويشرفوني، ومعانا جوائز كتيرة جدا الحمد لله رب العالمين. يعني أشكر صراحة الأستاذ صفوان طلعت مدير إدارة الإعلانات، والأستاذ أسامة إبراهيم مراقب الإعلانات، ومدير الإنتاج زين يونس المنقوسي، لأنه فعلا شغالين معانا كويس أوي. نستأذنكم تفضلوا تستلموا معانا الجائزة. استاذ اشرف فالح الف مبروك، تعالى جنبي كده، اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. اول مره تشوفهم صراحه، المره دي كنت تشوفهم صراحه مش هشترك على طول، تشوفهم على طول، لكن الحظ النهارده الاسبوع ده حالفكم. الف مبروك. الله يبارك فيك. عزبه سليمان ده في الفشن، في مركز الفشن. ده قبل الفشن ولا بعد الفشن؟ يعني على الحدود بين المنيا وبين سويف. اهلا بيكم. يعني احنا جايبين فرن كهربائي وبوتاجاز وريسيفر وسايد ناموس، ويعني براحتكم بقى، وزعوا براحتكم، وكفايه ان احنا شفناك. ربنا يبارك لك. اتفضل استاذ عادل عياط فينا عشان نشيل معاهم. استاذ محمد خليني اشيل ضيوفنا، يعني هم جايين يشيلون بس، هم ايه هم بيركبوا العربيه. ماشي الف مبروك يا محمد. سلام يا محمد. هو عادي الشد خفيف وسبت ثقيل. ماشي على بالك. ده فرن كهربائي بس هو هيقع. عايز مش هدير. رجعنا لكم تاني بقى. ايه حلقة النهارده؟ قبل حلقة النهارده طبعا احنا كلنا فاكرين القضية بتاع اسيوط، اللي الاب فقد اثنين من اولاده الاطفال بالذبح. ويمكن انا قلت فاعلة خير سيدة من دولة قطر، هي مش مصرية هي قطرية، هي على فكرة بتتواصل معنا باستمرار، هي يعني بامانة انسانة خيرة جدا، وهي يمكن خصصت مبلغ شهري، مبلغ كويس قوي هتروح لاسرة الطفل، ومبلغ كبير هيتعمل بمشروع ان شاء الله مفاجأة، احنا هنكون في اسيوط مع والد الطفلين، وهتكون معانا ان شاء الله الهدية بتاعته او الجائزة بتاعته، لتكون ان شاء الله مصدر رزق ليه، وان شاء الله هنشوف ناس محترمه ليها عمل محترم ويقدر يربوا اولاده ويعلمهم، والست هتتكفل، الست القطريه هتتكفل بكل المصاريف. نتمنى طبعا ان كل اللي بيشوفونا ويشوفوا حاله انسانيه، يعني اسره مجني عليها او اسره ناس محتاجين المساعده ان هم يسعدوا. نيجي بقى حلقه النهارده. ايه موضوع حلقه النهارده؟ حلقه النهارده الشيء غريب جدا ان كل واحد شغال في مهنه وبيكون مؤتمن على مال او على بضاعه او غيره، بيفكر في الايام دي يقول لك ما الدنيا بقى الامن مشغول، والامن الله يكون في عونه، يعني هنعمل فيلم وهنعمل احنا ضربنا وناخد البضاعه ونبيعها لحسابنا ومفيش حد هيضرب، ولو حد كلمنا نقول ده في ناس طلعوا علينا بالسلاح وخدوا البضايع منا. ده اللي حصل بالظبط، والقضيه دي بدات في محافظه الغربيه ووصلت لمحافظه بني سويف، والحمد لله معانا الاطراف كامله. نشوف السطر المسلح ونشوف ازاي تم اكتشاف الجريمه ونشوف المواجهات اللي تمت بين المتهمين. لكن قبل كده يا ريت لو جاهزين بمسابقه الاسبوع ده ننزل بيها، ونتلقى تليفوناتكم بعد الحلقه ان شاء الله. يا ريت ننزل بالمسابقه. مسابقه برنامج عيون الشعب، اشترك معنا في المسابقة وجوائزنا أسبوعيا كمبيوترات، أجهزة تابلت، مولدات كهرباء، أجهزة لابتوب، وأساس منزلي، غرف أطفال، وأنتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66، أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. من هو مؤسس بنك مصر؟ 1. أحمد عرابي. 2. طلعت حرب. 3. محمد علي. موعدنا الأربعاء القادم مع الحفل الفني وليلة رأس السنة بنادي الشرطة، وكوكبة من نجوم الفن تباع تذاكر بنادي الشرطة بالمنيا. أعراض مرض إنفلونزا الطيور عند الإنسان زي أعراض نزلة البرد العادية بس بتكون أشد، علشان كده أي شخص بيتعامل مباشرة مع الطيور الحية لازم يروح لأقرب مستشفى لو ظهرت عليه أعراض زي ارتفاع في درجة الحرارة لدرجة 38 درجة مئوية أو أكتر، كحة، احتقان في الزور، ضيق في النفس، ألم في العظم وعضلات الجسم. إذا ظهر عليك أي حاجة من الأعراض دي وكنت اتعاملت مباشرة مع طيور حية من حوالي أسبوع أو أقل، فلازم تروح لأقرب مستشفى لعمل الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج. لمزيد من المعلومات اتصل على رقم 105 من أي خط أرضي. السيد اللواء زكريا ابو زينه مدير اداره البحث الجنائي مديريه امن محافظه بني سويف، اهلا بك يا فندم. اهلا استاذ سعد. يا فندم، يعني استيقاف السيارات سواء بالسلاح الالي او بخلافه وقطع الطرق ده بيسبب مشكله كبيره جدا، وخاصه كمان لما تكون عربيه محمله باجهزه واجهزه كمبيوترات بتبقى غاليه جدا، فاعتقد ان دي من القضايا الخطيره جدا. كيف وقعت هذه القضيه وكيف تم القبض على الجناح؟
والله احنا جالنا بلاغ من سواق بيقول انا جاي من القاهره ورايح اسيوط، محمل 88 كمبيوتر بمشتملاتهم موديهم لمديريه التربيه والتعليم في اسيوط، فبيقول ان انا ماشي واستوقفتني عربيه فيها ناس اشخاص مسلحين وقفوني وبالاكراه يعني، وسرقوا العربيه بالحموله بتاعتها. لا مش ماخدوش الاجهزه بس، خدوا العربيه كمان. لا خدوا العربيه بحمولتها وخدوه هو رموه في الجبل لحد لما جه الصبح بلغ. فطبعا السلالات بالاكراه دي بيبقى لها اهتمام كبير جدا، وخصوصا برضو ان اجهزه الكمبيوتر دي رايحه لوزاره التربيه والتعليم لاولادنا الطلبه على اساس برضو ان دي بتبقى اجهزه جايه ومدارس مستنياها وبدايه عام دراسي جديد وكله قاعد مستني الاجهزه دي عشان يشتغل بيها. فبرضو كرمنا ربنا كده وضعنا خطه بحث شامله جميع الاتجاهات برضو بما فيها فحص السواق نفسه، لانه برضو كان لما بيحكي كده بنحس برضو ان في عنده سقطات كده في الحديث بتاعه. في عنده سقطات كده، تبص لا توقف في حاجه تراجع عليه حاجه يعني. فبدانا نفحص السواق نفسه، اتضح ان السواق هو اللي ورا الوقعه دي، هو السواق هو اللي وراها، هو وموظف تاني في الشركه كان برضو الموظف شغال وساب الشركه من حوالي من فتره بسيطه يعني. اتفق معانا نعمل الفيلم ده كله، اتفق معانا ان هم هيبلغ بكده، والعربيه بحمولتها ودوها الغربيه بالاجهزه بتاعتها وباعوها لواحد هناك كمان في محافظه الغربيه. باعوا محافظه الغربيه. لكن بقى عملوا الفيلم حس انه ضرب حد ضربه ولا بتاع ولا ما كان جاي سليم من غير ضرب ولا غيره؟ لا هو ما فيش اصابات فيه، بس سؤال ان هو يعني اتسرق بالاكراه تحت تهديد سلاح، وكانت في عربيه اللي وقفته واكرهته على الوقوف، وبعد كده سرقوا العربيه بالحموله بتاعتها وفروا هاربين. يا فندم بقى على اشترى الكمبيوتر دي ولد وحسن النيه متوفر، وخاصه ان هو يعني اشترى اجهزه الكمبيوتر واحد عرضها للبيع عنه؟ لا وطبعا ده مفيش حسن نيه، لان ده عدد كبير من الاجهزه 88، مفيش اي واحد هيقدر يبيع ال 88 دول الا اذا كان مصدره معروف يعني شركه. فانا شخص عادي اجيب 88 كمبيوتر عربيه واشتري بسعر اقل من السعر المثل، فده مؤشر ان هو عارف ان دي حاجات مسروقه وان هو شراها بسعر اقل من السعر بتاعها. الكمبيوتر فندم رجعت بالكامل فعلا ولا الراجل كان اتصرف فيها؟ لا هو الحمد لله ما كانش اتصرف فيها، هم كانوا شايلينها في مخزن في الغربيه. وبعتنا ماموريه من هنا من عندنا من ظباطنا راحوا جابوا اجهزه الكمبيوتر كامله جميع محتوياتها. موجودة فندم هنا عندنا ولا راحت بقى اسيوط؟ لا الكمبيوترات موجودة عندنا هنا وعلى ذمة النيابة. اعتراف كامل يا فندم تفصيلي بقى، اعترفوا بيه ولا حتى الآن برضو مش معترفين؟ لا ده اعترفوا اعتراف تفصيلي بالاتفاقات بكل الكلام اللي دار بينهم ومن بعضهم، بدليل ان هو ارشد عن مكان اللي باع فيه. طب الفلوس يا فندم بقى؟ الفلوس هو كان متفقين على ان هم يعني الفلوس الكمبيوترات دي ب 116,000 كان اللي اتدفع منها 50 وكان باقي الباقي. يا فندم ربنا يوفقكم، مفيش قضيه في بني سويف معروفه ان ملفها بيفضل مفتوح، برضه كام يوم يا فندم كده والقضيه جت؟ لا دي خدت 48 ساعه الحمد لله. كلها في قضاياكم يا فندم بتاخد الحمد لله رب العالمين الاوقات دي ونمسك الخشب. استاذنك يا فندم نشوف الاطراف ونجري معاهم لقاء. اتفضل. يقولون مع عيد. ايه عيد انت راجل منين اصلا عيد؟ من ناحيه يا فندم محافظه الجيزه. جيزه متزوج؟ لسه متجوز يا فندم. لسه متجوز جديد؟ ايوه يا فندم. يا اخي طب انت لسه عريس يعني وطالع لقمة عيشك، ايه اللي خلاك فكرت يعني هنقول مثلا عايز تكون نفسك؟ لا انت كونت نفسك. عايز تتجوز؟ لا انت اتجوزت. عندك شقه؟ لا عندك شقه. ايه اللي خلاك فكرت انت تسمع؟ الشيطان يا فندم. مين اللي يعني جات لك الفكره ازاي؟ احمد هو اللي جاب لي الفكره. احمد مين؟ احمد الشبيني. ده صاحبك يعني؟ كنا قعدنا مع بعض وبيقول لي نعمل مصلحه. كان الكلام ده قبل العيد. قال عايزين نعمل مصلحه، جماعه يطلعوا عليك بالعربيه هياخدوا منك العربيه وانت تروح تعمل محضر. جماعه طلعوا على طريق الصحراوي خدوا منك العربيه يا محمد. انت كنت محمل كام جهاز؟ محمل 8 مدارس. 8 مدارس؟ كل مدرسه كل مدرسه بتاخد 11 جهاز يعني كل يعني كده 88 جهاز. 88 جهاز كمبيوتر. طبعا انت حكيت لاحمد الكلام ده. ايوه فندم. دي فرصه ناخد العربيه بالكمبيوترات اللي عليها. اتصل بيا يعني صباح الجريمه يعني اتصل بيا، كنت انا في البيت يكلمني، كان هو عنده خلفيه ان عربيتي محمله. انت اللي حكي له طبعا؟ لا مش انا اللي حكي له. عارف منين؟ ما في واحد هو اللي بلغه. كنت انا جاي من المصنع بتاع الهيئه العربيه، دخلت الحاجه كان الكلام ده العصر. الحاجه قال لي جهز نفسك عشان انت النهارده اللي هو صاحب الاجهزه اللي هو عطيك العربيه تشتغل عليه. قال لي جهز نفسك عشان انت هتسافر النهارده بالليل. تمام. قلت له تمام. وليه السفر في الليل يعني غريب؟ ما احنا بنسافر بالليل كل مره، العربيه عندنا بتسافر وانا بسافر بالليل. فايوه متعود على الطريق كل يوم. متعود على الطريق كل يوم. عندك سوابق؟ يا فندم؟ عندك سوابق؟ خالص يا فندم. جه اللهم صل على النبي. روحت على المغرب، بعد المغرب روحت بعد المغرب احمد اتصل بيا بعد الساعه 8 بيقول انت فين؟ قلت انا في البيت. بيقول انت طالع النهارده؟ قلت له انا طالع بس الحاج كده مديني اي حد يطلع معايا في العربيه. قال لي لا مفيش حد هيطلع معايا. مش عارف ما هو عنده خلفيه يا فندم اللي مفيش حد بيطلع معايا. تمام.
اللهم صل على النبي. قفلت معاه التليفون، قعدت لحد الساعه 12 اتصل عليها 3 مرات ما ردتش عليا. زميلي اللي هيطلع معايا من مصر هيطلع معايا اتصل بيا الساعه 1، قال لي يلا جهز نفسك عشان هنقوم نسافر. قلت له خلاص ماشي. جهزت نفسي وبتاع وتمام، لقيت احمد بيرن عليا بيقول لي هنا على المروطيه، انت فين؟ قلت له انا لسه في البيت. قال لي انا جاي اخدك بالعربيه، كان معايا عربيه ملاكي. جه خدنا بالعربيه، نزلنا وقفنا على المروطيه، كان قاعد على قهوه وكان مع اتنين زمايله، قعدت شربت معاه كوبايه قهوه وحكى لي على الدور. قال لي انا هاخد منك العربيه وحاول تخلع من زميلك وهينزلك في اي حته وتروح تعمل محضر. رحت دورت العربيه وطلعت. ما زميلي انا خلعت منه. ازاي هو مزاجك ده؟ الحاج بعتك بالعربيه محمله وبعت معاك ما واحد. ما خليته سبق مني قدام عشان هو كان عايز يفول. قلت له اقرب بلزم انت خش فول. ماشي ايوه يا فندم. خدت هو اللي بيطلع معاك ده مش بيركب معاك في العربيه اللي بجمعها؟ لا معاه عربيه ثانيه يا فندم. هو انت بتطلع العربيه وراك واحد ثاني. ايوه يا فندم. انت فلت منه؟ انا خلعت منه يا فندم. طب طلعت ومشيت على طريق الصحراء وبعدين؟ انا قبل ما نطلع من الشركه انا طلعت من الشركه زودت عربيته تمام التمام ولفيت وظبطت العجل. احمد الشبيني جالي عند بتاع الكاوتش، كنت انا مظبط في العجل. قلت له اثبت انت قدام وانا هحصلك بالعربيه. قال لي خلاص ماشي. قلت له انت خش فاول في اي بلزيمه وانا هاجي احصلك. قال لي خلاص ماشي. هو سبق قدام نزل على طريق 15 مايو طريق حلوان. هو دخل فاول، كنت انا معدي بالعربيه الملاكي، كنت العربيه اتاخدت مني بقى، كان احمد خدها ومشي. نزلني دوك، نزلنا على طريق اسيوط العربيه بالكمبيوترات بكله لصاحبه دي صاحبه فندم. وركبت انت مواصله ونزلت على طريق الصحراء؟ ايوه فندم. هو كان جايب لي العربيه اللي هتنزلك على طريق الصحراء. تمام. هو احمد كان مجهز لي عربيه نزلنا على طريق الصحراء. تمام. ونزلني جيت عملت محضر. ما ضربتش نفسك بقى انهم ضربوك؟ عورت نفسك حاجات بس؟ لا يا فندم. انت جيت هددوني بالسلاح وخدوا مني العربيه بالكمبيوترات اللي عليها؟ بالكمبيوترات اللي عليها. جيت عملت المحضر هنا في بني سويف. جيت عملت المحضر هنا في بني سويف. اساسا انت يعني مدير امن الجيزه يعني صحي شويه، ومدير امن بني سويف اللي هي اللي ممكن يمشي عليها الملف ده. لا يا فندم، هو النصيب اللي حصل بقى معايا. طب وبعد كده؟ بعد كده ما خلصت هنا وطلعت من النيابه خلصت. بعد ما عملت المحضر رجعت الشركه، قعدت مع الحاج محمد البورسعيدي، قعدت معاه شويه وادينا ابو عفاف قال له ما تسيبوش. قلت له حاضر. رحت معاه كفر شكر، قعدنا كان كفر شكر ليه؟ ما عشان هو قال لي روح، قال لي خليك معايا مع رئيس السوين عندنا. هو اساسا من كفر شكر. قلت له خلاص ماشي. وقال لي الحاجه دي يعني شد عليها شويه. طبعا مبلغ كبير ب 116000 جنيه. فانا قلت له ان شاء الله يا حاج العمر واحد ورب واحد ان شاء الله. كانت نيتي برضه ان انا اجيب له العربيه واجيب له كل حاجه. طلع معايا ابو عفاف فاتفضلت له على كل حاجه. مين ابو عفاف ده؟ عم عادل رئيس السواقين عندنا. قلت له حصل كذا وكذا وكذا. قلت له حصل كل حاجه، قلت له على كل حاجه. انت ليه عملت كده؟ غلطت. انت في الوقت ده انا عايز اعرف بعت له الكيسه لمين؟ ما اعرفش والله يا فندم. ده هو متفق معايا قال لي ان العربيه تتاخد منك اللي هو احمد ده. وقال لي ماكش دعوه باي حاجه. خدت كام؟ هو اداني 30000 جنيه. نفس اليوم اللي انت ما جه معايا ابو عفاف، وابو عفاف اللي استلمهم مني. في اشتراك معاك؟ لا يا فندم، هو كان رايح معايا عشان نروح نجيب العربيه ونجيب الاجهزه من عند احمد الشبيني. فما رحنا هناك عند احمد قال لي الحاجه اتباعت للجماعه بتوع مخدرات وبتوع سلاح. قلت له ياخدوا اللي هم عاوزينه، بس اهم حاجه العربيه ترجع والبضاعه اللي على العربيه ترجع، وخد اللي انت عاوزه. قال ده هيقتلوك ويقتلوا الايه صاحب الشركه. نتفاوضني شمال يمين، ما رضيش يدينا الاجهزه ولا يدينا اي حاجه. قال لك العربيه موجوده انما الاجهزه لا. راح مديني 30000 جنيه. ابو عفاف استلمهم منه، وكان ابو عفاف شاهد يعني، كان واقف وخلاني مضيت على ورقه ان انا بعت له العربيه ومستلم 30000 جنيه. لما استلمته قال لك بضيت على انتباهات العربيه. هو صاحبك؟ غريبه دي. خلاني مضيت، وابو عفاف كان واقف، وفي واحد اسمه احمد بخير برده كان معانا سواق برده، كان هو اللي كان طالع معايا السفريه بالعربيه الثانيه، كان واقف معانا. والله ما صلى على النبي. وجينا اول ما في جنيه صرفتها فيه بقى ولا ابو عفاف ما عطاكش؟ لا سلمناهم للحاج اول ما وصلنا. اول ما وصلنا للحاج. 200 جنيه انت صرفتها دي كانت ايه؟ لا هو اداهم لي وانا طالع. من هو؟ احمد الشبيني. سامحني. 30000؟ لا يا فندم، ده انا اول ما جيت من البيت، هو لما جبنا من العربيه من البيت ونزلنا على المروطيه قبل ما نخش الشركه، اداني 200 جنيه قال لي خليهم في جيبك. يوم خدمك العربيه محمله بالكنترول. ايوه يا فندم. طب نشوف احمد باذنك يا احمد بيه، نشوف احمد اللي متهم الثاني معاه. تحب تشوفه ولا تخاف منه؟ يا فندم انا تحت امرك. لا انت عايز، لو تخاف منه بلاش. يا فندم انا تحت امرك. انت عايز تواجهه ولا تخاف منه؟ لا يا فندم، ما خلاص بقى العمر واحد والرب واحد. تخاف منه بلاش. يا فندم انا تحت امرك، اللي انت عاوزه. انا ضغطت عليك دوت في التصوير؟ لا يا فندم. طيب لو انت خايف منه بلاش. لا يا فندم مش خايف. الكمبيوتر دلوقتي فين انت؟ هو البدايه اتكلم البدايه. مسابقة برنامج عيون الشعب. اشترك معنا في المسابقة وجوائزنا أسبوعيا كمبيوترات، أجهزة تابلت، مولدات كهرباء، أجهزة لابتوب، وأساس منزلي، غرف أطفال وأنتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66، أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. من هو مؤسس بنك مصر؟ 1. أحمد عرابي. 2. طلعت حرب. 3. محمد علي.
موعدنا الأربعاء القادم مع الحفل الفني وليلة رأس السنة بنادي الشرطة وكوكبة من نجوم الفن. تباع تذاكر بنادي الشرطة بالمنيا. مرض أنفلونزا الطيور لسه موجود في مصر، علشان كده لازم نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. الفراخ في مكان لوحدهم فوق السطوح في ثلاث دور، بكون مجهزة لبس تاني بخش لهم به، وبكون مجهزة شبشب اخش لهم به، وكمامة على وشي بكمم به، وكياس في ايدي. وما بطلع من عندهم بغير اللبس واغسل ايدي بالصابونة قبل ما انزل تحت عند الاولاد تحت. عندهم اسهال بستشير الدكتور، واحد كاشش فرخ، كاشش فرخ بيعطس بستشير الدكتور. يعني لغاية الوقت ما فيش اي حاجة في الطيور، لا فرخ عية ولا اي حاجة. مرض انفلونزا الطيور نقدر نتغلب عليه. الدكتور دلوقتي فين انت؟ هو البدايه اتكلم من البدايه. اه اتكلم من البدايه خالص. هو احنا كنا قاعدين في الشركه فعيد جه قال لي انا فرحي قريب ومحتاج فلوس، وكنت انا ضايع مني كيستين فبيتخصموا عليا، فبقول لي بقى عايزين نعوض دي في دي وكده. كيس اللي بتاع الكمبيوتر اه قبلها الكلام ده قبل العيد بحوالي 3 اسابيع. كان الموضوع قبل العيد بفتره، لحد جه اليوم الخميس اللي فات ده وكلمني وقال لي انا معايا 80 جهاز شوف اليوم بيع. هو قال لك كده. كلمت واحد عندنا في البلد اسمه الحسيني، مكتب محمد الملواني اللي هو موجود معانا بقى. لا تقول له ده كلام معقول، هي انت هتجيب 80 كمبيوتر منين ولا هتبيعهم منين؟ ما انت فاهم ان هو ما عندوش ولا يم. تمام، فانت ازاي وفيته حاجه زي كده؟ هجيب لك منين؟ والله وفيته، وانا ما اعرفش اللي حصل يوميها وفيته، وكلمت الحسيني وقال لا مش مظبوط يعني. اتفق معايا على كده والله. هو اللي اتفق معايا كده؟ اه والله. توقف الكلام ده؟ اوقف، ما هو موجود. تعال تعال جنبي، هات جنب بعضكم بس من غير مشاكل. تعال جنبي، انت قلت له فعلا متجوز وبتاع وشوف لي بقى الكلام ده؟ لا ما حصلش يا فندم. قول له هو الكلام ده ما حصلش. حصل ان احنا قاعدين في الاوضه، بقول له انت، ما انا سمعت ان انت في اجهزه ضاعت منك كيستين، عملت ايه؟ قال لي الحاج شايلهم لي. كنا قاعدين مع بعض، كان هو معاه اللاب، بيقول لي احنا ممكن نعمل مصلحه ممكن مع بعض تاخد منك واديك 30,000 جنيه. زي ما بقول لحضرتك، هو جاب موضوع الكيستين يا فندم، هو اللي بيكلمني. انت مسكت الكيستين، احنا بنتكلم على 30,000 جنيه. هو بيكلمني في كده يا فندم على اساس ان احنا نعمل حاجه عشان تعوض العربيه وهي محمله بالكمبيوترات. احمد يا فندم. احمد مين؟ احمد الشبين. شاور عليه. اه يا فندم، احمد الشبين هو اللي خد مني العربيه، هو اللي اتصل بيا الساعه 8 وعنده خلفيه. قلت له ده انا حتى كان قبل الوقفه بيوم كنت انا طالع معايا 15 معمل. اه كان معايا 15 معمل اتصل بيا وانا جاي لك واجيب عربيه من لك واجي اقابلك، كان قبل الوقفه بيوم. هو بس ما اعرفش منين ان هو محمل 15 معمل، يعني انا في البلد مش موجود في الشغل. اه يعني انا في البلد ما اعرفش مين كلمني وقال لي انا معايا اجهزه. يا فندم في واحد بلغه، هو معاه في واحد هنا في الشركه بلغه، في واحد بالشركه بلغه، هو شغال معاه في الشركه، في واحد بلغه. انا سايب الشغل يا فندم قبلها بفتره، انا سايب الشغل بفتره كيستين، انا سايب الشغل قبلها بفتره لان انا من شهر 8 ما ظبطتش حسابي وما قبضتش مع الحاج. تمام، ده اللي حصل، ده اللي تم. اقسم بالله هو اللي كلمني وقال لي ان في 15 معمل معاه على العربيه. والله العظيم يا فندم هو اتصل بيا، كنت انا طالع لوحدي مش طالع معايا حد، لما اتصل بيا بيقول لي انا جاي لك واجيب لك العربيه من لك واخد منك العربيه وتخلع من زميلك التاني واجي اخد منك العربيه. قلت له لا مش هينفع عشان الحاج مديني 2 مقفل بالعربيه ومفيش حد، ايه مش هينفع ان انت تاخد منه العربيه. قال لي باللفظ كده انا معايا 15 معمل اللي هو 83 جهاز يعني. لا اللي هم هيبقوا 165 جهاز. 165 جهاز؟ اه قبلها والله اقسم بالله. قبل 88 جهاز. اه هو اللي اتصل بيا وقال لي قبلها. انت وديتهم فين ولا كده؟ خدت العربيه منهم حامل وديتها فين؟ وديتها للراجل اللي انا كنت متفق معاه على الحاجه. انت عارف ان تمنهم 116,000، بعتهم بكام؟ 116,000. بعتهم 116. بعتهم كام اصلا؟ هم يعني جهازها محسوب على 1450. الجهاز بدون ضمان كده. 200,000 وزي؟ لا 1450 يعمل 116,000. ماشي. اه. انت بعتهم بكام؟ انا بعت ب 1016. 1016 اصلا يسوي كام؟ هم ثمنهم انا كده حاسب الجهاز على 1450، الجهاز بقى ب 1700 بالضمان. اه يعني 300 جنيه او 350 فرق ضمان. اه بس كده يبقى اللي اشتراهم منك عارف ان هم مصريين؟ لا ما ده فرق ضمان يا فندم. اه ما سالكش تجيبهم منين؟ عارف ان انا شغال في المجال ده وباخد منه شغل وبسحب منه شغل كتير. انت بتشغل الراجل ده غير 30,000 بس وتاخد انت 116؟ ما خدتش اساسا لسه فلوس من الراجل. من الراجل كام؟ 50. هو 30 وانت خدت 20. واخدت انا 20 اللي هم المكسب اللي انا متفق مع عيد على 100. ان لا يا فندم متفق معايا هو يديني 30,000 جنيه بس. والله يا فندم يعني من 200,000 يديك 30,000 وانت والله العظيم ربنا يا فندم هو متفق معايا اللي هديك. حساب الاجهزه كله هنا هيبقى 100,000 جنيه وانا بايع ب 116. بس مسافر، هو كان عايز يسافرني بره، مسافر بره. اه ما رحت له واخدت منه 30,000 جنيه واخدت العربيه. قال لي انت تسافر بره
واللهم صل على النبي. وانا بقى الاجهزه كلها ب 60,000 جنيه. دي كان دي كان كلامه معايا. كنت معاه هناك، رحت له هناك البلد بتاعته، قال لي 30 همك وما تسافر تبقى هناك، هشيلك كمان 30,000 جنيه ومفيش حد وخلاص. انا لما بعت الاجهزه ب 100 بكلمه ان انا هبعت له 30، انت وصلك 30 اهو، والراجل هيبعت لي 66,000 المفروض معاده من النهارده، والراجل بقى يشرب الكلام ده. يبقى المفروض قال لي يوم الاحد البنك هيفتح، هبعت لك 66,000 جنيه اللي هو يبقى كده كملت 116. نودهم له والله بعد الحوار اللي حصل. انا فكرت الفكره الشيطانيه دي، كنتش عارف ان الحاج وان الشرطه هتوصل لكم. يعني انت راجل من الجيزه، هو من الجيزه، انت لكم ممكن تعمل الفيلم ده كله من غير ما تعرفوا في محافظه الاسيوط. انا ساعه ما اتعرفت ان الموضوع ده دخل في كده في موضوع الشرطه وحاجات. كنت متوقع انه يشتغل في الشرطه؟ لا انا ما كنتش متخيل. 1000 جنيه ومش هيجي بلغ وكده. قلت له انت تاخد الفلوس كلها، انا مش عايز حاجه من الموضوع ده خالص. خد الفلوس كلها انت. لا يا فندم ما حصلش. وقال لي قال لي مش هيدي عادل يا فندم. معانا برده سواق برده معانا بتاعته، كان هو شاهد على كلامه اللي هو ما رحنا له انا وابو عفاف، قلنا له ادينا الاجهزه وادينا العربيه وادينا الحاجه. قال لك الاجهزه انا بعتها ومش هينفع تيجي، بعتها لتجار مخدرات وبتوع سلاح. يا كده يقتلوا السواق ويقتلوا صاحب الشركه. ايه ده؟ مش مصدقني. اسال ابو عفاف. هو ابو عفاف موجود ده. انت راح لك الراجل ده لما ضميره صحي، هو ابو عفاف، وراح قال لك انا ضميري صحي، رجع العربيه ورجع الاجهزه وخد اللي انت عايزه، بس عشان هي ابرق ضميري. انت قلت انا اعطيتهم بتاع تجار المخدرات. لا 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 لا، انا اعطيهم للحسيني، محمد الحسيني. والساعه الناس ساعه ما سالتني قلت لها عند الحسيني، وخدت الناس جبت الاجهزه كلها. يا فندم انا معايا شهود وناس شهد على كلامه اللي هو الكلام بتاعه اللي انا قلت له اخويا ياخد اللي هو عاوزه. اللي هو لو في شاهد واحد فكر اللي رسمته انت اللي خططته، انت قلت له انزل على طريق الصحراء. مش هو اللي انزل على طريق الصحراء؟ هو يا فندم اللي انزل على طريق الصحراء ومعاك العربيه. ومعاك العربيه الحياه تديك حد اسوان زي ما انت عاوز. العربيه دي واخده 1000 جنيه وتديك زي ما انت المكان اللي انت عاوزه. انا ما بنكرش ان اللي هو الموضوع كان بالنسبه لي هو بدايه منه، هو ولعب على الوتر بتاعي اللي هو موضوع الكيستين اللي ضايعين منك. بلاش تشيل انت الكيستين ده منهم كام؟ يعني الكيستين ده كلام فاضي. ماشي يا فندم. انا عوضها ب 200,000 جنيه. والله العظيم يا فندم، والله العظيم يا فندم، والله انا بدات عشان من جوايا طيبه. انا كان قلبي على بقول له الحاج انا عامل معاك ايه؟ الواحد ما بيدي مننا حاجه الواحد برضه بيزعل على الثاني، او واحد بيشتري منه حاجه بيزعل على الثاني. ما انا قعدت معاه انت فاهم، هو اللي دبر موضوع اللي السرقه، وقال لي العربيه تاخد منك ويطلع عليك ناس وياخدوا منك العربيه. حكي لك القصه اللي بتعمل. طب اتفضل استاذ الراد احمد الخولي رئيس مباحث القسم المركز. اتفضل يا فندم. قصه ساذجه جدا وسهل اكتشاف، هما الاثنين مثقفين. البلاغ بدا معانا معيد كمال عبد المجيد اللي هو السواق بتاع العربيه. تمام. حضر المركز من الصبح حوالي الساعه 11 الصبح، قال ان انا كنت جاي على في طريق لاسيوط للاداره التعليميه في اسيوط عشان اسلم اجهزه الكمبيوتر، وبعد كده عند في المسافه ما بين نفق بدر العرب ودخل ميدان السويف طلعوا عليا خمس ملثمين باسلحه عليا وثبتوني وخدوا العربيه بالحمله. طب الحمله دي يا ابني تبع مين؟ الحمله دي تبع شركه البورسعيدي للكمبيوتر، وانا واخدها وراح اوديها للاداره التعليميه في اسيوط. جه هنا ناقشنا، نزلنا مع مصلح الجريمه، لقينا في بعض اختلافات في الكلام. كلامه في الاول ان هو وهو ماشي العربيه طلعت معاه، طلعت عليه. الكلام الثاني بعد كده لما رحت مصلح الجريمه غير مكان الواقعه ثاني وقال ان انا كنت راكن فين؟ في استراحه. تمام. بدا كده لا مفيش جريمه كامله لحضرتك، وبدا كده التشكك وصل لنا احنا. والست اللواء زكريا ابو زينه امر بتشكيل فريق بحث برئاسه السيد العميد خلف حسين رئيس بحث المديريه وظباط بحث المركز هنا، وتم وضع خطه بحث محكمه. خطه بحث توصلت في نهايه الفريق العمل. تمام. او فريق بحث الا ان وراء ارتكاب وقع كل من عيد كمال ده واحمد عبد الحميد. تمام. عرضنا على النيابه العامه محضر التحريات، اشرت بضبط احضار المتهمين. نزلنا مأموريه الجيزه ومأموريه ثانيه ظباط توجيهات الجيزه وظباط توجيهات الى الغربيه. طبعا كان ضبط المتهمين بمواجهتهم بالتحريات عيد اقر واعترف بالواقعه كلها ان هو اتفق مع احمد عبد الحميد من فتره وان هو بيمر بمضايقه كماليه. قال لي ابو جنات او شفر ابو حنان وهو ده شغال رئيس السواقين عند صاحب الشركه الحاج، وبالتالي هو يعتبر ان هو اعترف من الاول من قبل اصلا ما يتمسك ولا ده لا ده التحريات حضرتك لما واجهناه بالواقع هو اعترف. ما هو جه بلغ في الاول يبقى اعترف منين؟ اعترف لما احنا واجهناه بالحكومه العظمى اعترف لصاحب الحاج صاحب ده موجود فريق بحث اللي توصل لورا ارتكاب الواقعه فلان وفلان. مش ما حدش قال لنا انه فلان اللي عمله. لا انا قصدي صاحب ان الحاج صاحب الشركه عرف ان السرقه العربيه عيد وعيد اعترف لكبير السواقين عنده. عرف ان احنا بقى لما احنا قلنا احنا قلنا له في واحد واثنين وان التحريات قال او فريق بحث قال واحد ان ورا ارتكاب عيد والتاني. لما ربطنا الاثنين عيد اعترف بالواقعه كلها وقال ان انا جبت العربيه وكان في اتفاق مع احمد عبد الحميد وسلمتها له عند طلعه المريوطيه. كل حاجه ب 88 كمبيوتر ب 30,000 اتصرف فيه. لا ما لحقش اتصرف في الموضوع. هو كان اتصرف فيهم احمد عبد الحميد. تمام. كان باع 80 كمبيوتر لشركه اسمها شركه الحسيني للكمبيوترات في زفته في الغربيه، وثمان كمبيوترات كانوا عنده موجودين في المخزن عنده في بيته، والثمان برنترات اللي هو جهاز طبعه ده كان موجود عنده برضه في البيت.
يسيبوا لهم قد ايه يا فندم بقى كل الحموله؟ يعني هم يعملوا لهم 220 الف جنيه. ده بالنسبه للايه الحموله العربيه نفسها تعمل لها حوالي بتاع 100، يعني ممكن نقول البلاغ ده كله يخش في 200 300 الف جنيه. تمام. هو باعهم اول عن اخر بكام؟ ب 116. خد يوم الخميس 50 الف، صرف منها 20 ليه هو و30 اداها للعيد لما راح له قال له انا تمام والحاج دخلت عليه القصه وكده تمام، ورحت عملت واحده في الشرطه والامور تمام، وانا اخد بقى اديني حساب نصيبي. العربيه كانت مخبيها في جنب البيت عنده. لا مش السباحه خالص، ما مصرفش بيها في البيت يعني. اللي اشترى منه يا فندم بقى؟ يعني عارف انه مسروق ما كانش. هو طبعا فرق الجهاز لما نتكلم في جهاز النهارده، احمد حبيب بيقول الجهاز ب 1700، في جهاز كمبيوتر حضرتك النهارده ب 1700 ازاي؟ الجهاز المتوسط بتاعه 2500 3000 جنيه. كم يوم الراجل؟ ما كملش حضرتك بالظبط 36 ساعه، مش هنقول 48، 36 ساعه بالظبط. ربنا كان موفقنا الحمد لله، ربنا خليك. شوف يا فندم اللي اشترى الكمبيوتر المسروق موجود يا باشا حضرتك. انت طبعا ضيفنا ومن الغربيه وجاي عندنا، بس جاي في ظروف يعني. طبعا انا يعني دايما بلتمس ان انت ممكن يكون يعني كان عندك حسن نيه، لكن احنا خلينا نتكلم. وكنا بتكلم مع شاب مثقف وشغلته في الكمبيوتر، يعني واحد مش عادي يعني. واحد انا بعتقد اللي بيشتغل في البرمجيات والكمبيوترات والحاجات دي، واحد تفكيره بسم الله ما شاء الله. يا اخي انت بتتعامل مع ناس وانت عارف ان هم اصلا. استاذن حضرتك، احمد اللي هو بيتعامل معايا ده بيتعامل معايا بقاله 4 سنين. راجل بيدخل عليا المكتب بيشتري شغل ب 1002 و3 و4 وبيتكل على الله زيه زي احسن زبون بيدخل عند المكتب. تمام. راجل بيجي بعربيه ما هوش معامله اسبوع ولا اتنين ولا تلاته. الراجل بيتعامل معايا بقاله 4 سنين، مشهور في البلد عندهم لاي حد عاوز اي حاجه تخص البرمجيات او الكمبيوتر او اي حاجه تبع التربيه والتعليم في المجال الحاسبات يروح لاحمد. تمام. فهو بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد عميل مؤتمن مليون المية. تمام. الراجل جاب لي شويه شغل عرضه عليا. تمام. 80 كمبيوتر بالنسبه لنا 80 كمبيوتر. اللي بيتكلم معايا اللي الجهاز دوت عامل 1450. انت عارف ان الجهاز فعلا 1450؟ ما انا جالك في كلام حضرتك. الجهاز دوت يعمل حوالي 1800 1900. فرق الضمان اللي هو 300 400 جنيه. تمام. فالامر ببساطه، انا الحاجات دي لو مسروقه تمام هدفع فيها 116 الف جنيه؟ لا طبعا. معدل 200 الف جنيه. لا طيب لا يا فندم، الحاجات دي لو مسروقه وانا عارف ليها مسروقه اكيد هتكلم معاه في قرشين ثلاثه. طب انت يعني معلش انا خلي معاك للاخر، عارف انت ذكي جدا وده شغلتك يعني، انت راجل بتاع كمبيوتر. مش معقول واحد شغلته كلها في كمبيوتر او في كيسه او في اتنين، مره واحده يجيب لك 88 كمبيوتر وياخد منهم لنفسه يعني؟ يا فندم لا يا فندم، انا ما اتكلم مع واحد اللي احنا بنتكلم في بضاعه ب 116 الف جنيه، حتى ال 1000 جنيه مش راضي يشيله يعني، مش هينفع نخصمه. تمام. فالراجل يا دوبك بالعافيه، ده احنا بنتكلم كلمتين ويحسبها على الاله الحاسبه. هتكتب مبايعه يا احمد؟ هكتب مبايعه. الشغل في النور مليون المية، بنتكلم قدام الناس، عندي في مكتبي في كاميرات تصوير مجال كامل. احنا في يعني ما فيهاش ادنى شك، ما فيهاش تعال على جنب في بيعه كذا، لا ما فيش ادنى خالص من الكلام ده. المعاملات تجاريه بحته. من 88 جهاز يا باشمهندس؟ بناء اللي هو راجل، لو سالنا اي واحد في البلد عندهم لو طفل صغير هيو في كيسه في اتنين. لا لكن في 88 كمبيوتر يا استاذي. ايوه تربيه وتعليم بعتهم ل 18 مدرسه يا استاذي. لا احمد ياما عدى عليا بعربيات عليها من كيسه ل 30 لمجرد اللي هو نازل على نسخ راح يسلمها للمدارس ومعاهد. لا احمد معروف عندنا اللي هو بيعمل توريدات حكوميه، راجل صاحب توريدات حكوميه، فحوار اللي هو اعداد كبيره لا دي شغلته، ده هو اساس شغله الاعداد. لا يا باشمهندس ما كنتش عارف ان هي مسؤول. لا يا فندم مليون المية. 400 جنيه الفرق اللي في كل جنيه. مليون المية. امبارح واحنا في يعني الجماعه اللي هم نزلوا من احمد شاكرين قالوا له ان تليفونك كان متراقب. تمام. انا بتهيألي المكالمه الوحيده اللي دارت ما بيننا قلت له باللفظ كده يا احمد ظبطها لي، خلينا ناكل قرش حلال، ناكل جنيه حلال. اكلمه؟ اه انت انا مش جهه تحقيق، وانت راجل محترم على عيني وراسي واحس ان انا بفترضه دايما على طول، لان مش انا اللي جاي اوجه لك تهمه، بس هو العقل والمنطق الجهاز لما يكون 400 جنيه فرق فيه ده بيتدعو للريبه. لا انا هقول لحضرتك حاجه، تدعو الريبه امتى؟ لما يكون الجهاز ده ثمنه 2000 جنيه وانا اكلمه في 700 جنيه ويوافق، وابدا اكلمه بعد ما اجرب الجهاز اللي هو ينفع ب 600 يوافق، كده بقى انا راجل عارف مليون المية اللي ده مسروق مليون المية. انما لما يبقى الجهاز بعد اذن حضرتك، لما يبقى انا راجل بروح اشتري موبايل بيقول لي الموبايل ده ب 1500 ومن غير ضمان ب 1100 و1200 واكيد حضرتك مجرب كده، صح كلامي؟ مظبوط في كل مكان كده ولا لا؟ طب يبقى انا ما خرجتش عن نطاق السوق او ما خرجتش عن نطاق المعاملات التجاريه اللي التجار بيعملوها. انت كنت معرف ان هم مسؤولين ولا مش مسؤولين بامانه؟ لا والله. لا والله اقسم بالله لا. مش اقسم بالله لا. 350 او 400 دي ضمان اللي هي المجرد عشان اللي هو الفرق الضمان. استاذن اقول كلمه بامانه الله تتسال فيها قدام ربك. انا سالتك انا عاوز اكل جنيه حلال ولا لا؟ حصل الله. قلت لك انا اهلي مربيني حلال وانا عاوز اربي بنت حلال ولا لا؟ هي
حصل وانا قلت له انا واخد مبايعه من الراجل اللي مديني الحاجه وكتبت له مبايعه. كتبه مبايعه ما عندوش ادنى مشكله، يبقى انا يجي لي ريبه منين؟ علشان انا اقول له يا احمد بعد اذنك وريني الورق اللي هو تمتلك بيه الاجهزه ديت، انا لو حد سالني السؤال ده في مكتبي مش هيبقى لي رد الا طلب واحد. اتفضل يا احمد بالخوري اتفضل. وحضرتك بالنسبه لمحمد كده الوضع العام اللي موجود تمام، ان هو كان عارف ان الاجهزه دي يعني مش مظبوطه تساوي الصور، وهو بيتكلم حضرتك بيقول ان محمد كان بيجيب من جهازي 30 جهاز بيعمل عليهم برمجيات وياخدهم وراضهم المدرسه مش ياخدهم يبيعهم. طب انا هجاوب على حضرتك بكلمه واحده، انا طول عمرنا بنعرف اللي هي التوريدات الحكوميه بتبقى على شعره على خط قلم، يعني بمعنى اصح لو الشاشه، ومن ضمن الحاجات اللي قالها له برضو اللي الشاشه لو في عقد البند مكتوبه وراحت اغلى بتترفض. مظبوط كلامي كده يا استاذنا؟ هو ده اللي حصل فعلا بالنسبه للاجهزه. هو بيقول لك الاجهزه انت معروف ان اخرها بيبرمجها لكن مش يبيعها. ما انا جاي لحضرتك في الكلام، الراجل دوت لما يكون عنده شغل 30 جهاز وهو بطوله تمام ويجي المكتب زي يعملهم ويدفع 200 300 جنيه ويقوم يتكل على الله، ده مكسب له هو. ده نسخ بتاخد بالنسبه لنا احنا ممكن ساعتين يوصلوا باسطوانه جوست اللي هو كل الناس عادت بيعملها في بيوتهم دلوقتي ما بتاخدش دقيقه واحده. يعني مش هقدر نقول ان القضاء هو اللي هيثبت بقى، هو اللي هيفصل طبعا في القضيه دي ان شاء الله. مسابقة برنامج عيون الشعب، اشترك معنا في المسابقة وجوائزنا أسبوعيا كمبيوترات، أجهزة تابلت، مولدات كهرباء، أجهزة لابتوب وأساس منزلي، غرف أطفال وأنتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66 أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. من هو مؤسس بنك مصر؟ 1. أحمد عرابي. 2. طلعت حرب. 3. محمد علي. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني، ودي قضيه بسيطه جدا، يعني دي مش من النوعيات اللي احنا يمكن الساده المشاهدين مش متعودين عليها. لكن احنا ليه جبنا الحلقه دي؟ جبناها لسبب، لان احنا مش 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 دورنا ان احنا دايما نجيب جرائم بشعه وجرائم قتل، لا ده في برضه جرائم السطو دي لانها دي كتري تو نلاقي الشركات اللي بتنقل الاموال وخاصه يمكن الاموال بتاع البنوك، بنلاقي دايما زي ما حصل هنا عندنا في المنيا كانت حوالي 4 مليون دولار وتم السطو عليها بسلاح آلي وناس متعوره، وفي الاخر طلعوا ان اللي قائمين على العربيه والسواق مع الناس كانوا هم اصلا اللي مرتبين الموضوع. نفس النظام ده، كيس الكمبيوتر محطوط على العربيه، قالك ناس طلعوا عليا بالسلاح الالي وثبتوني وخدوا العربيه مني، كترت. فكنا لازم ننزل الحلقه زي كده عشان نقول له مهما تكون ذكي مش هتبقى ذكي على رجال الشرطه، هتتمسك. يعني انت بتاع محافظه الغربيه جاي تعمل الفيلم ده كله عندنا في محافظه بني سويف، اتمسكت. ما فيش قضيه الا فعلا رجال الشرطه بيتوصلوا لها. وبالتالي يعني احنا مش من الناس اللي احنا بنقدر نختار قضايا معينه، لا احنا بنكون في دايما ورانا رساله بنختارها، مش حكايه عشوائيه وبنختار بس مجرد ان احنا بنختار قضايا، لا بيبقى ليه مدلول وليها نظريه وليها هدف معين. تاني حاجه نيجي بالنسبه للمسابقه، في ناس كتير بيتصلوا بينا في المسابقه وبيقولوا احنا بنتصل بالبرنامج وبيقولوا لنا مبروك. لا احنا مش انتوا مش بتتصلوا بالبرنامج، انتوا بتتصلوا بالشركه المعلنه اللي في القاهره، هي اللي بتترد عليكم، وهي لان الارقام دي كلها مش عندنا، قصه البرنامج ملهاش دعوه خالص بالموضوع ده. احنا مجرد ان هو بيبلغونا بالمسابقه بيبعتوا لنا، وبعد كده بيبعتوا جوائز، كل دورنا ان احنا بنسلم الجوائز للفايز اللي هم برضو بيبعتوه. حته بقى ان هم بيقولوا لهم مبروك، يعني حصلت اكتر من مره قال سته جايين مبنى التلفزيون، يقول لك ده احنا اتصلنا وقلنا مبروك الاجابه صح. هو فعلا كل واحد بيتصل بيقول الاجابه صح بيقول له مبروك اجابتك صح، مش بيقول لك مبروك روح تسلم الجائزه من التلفزيون، لا مبروك اجابتك صح. لكن بيجي بقى يوم الاربعاء اللي هو يوم الخميس بيعملوا مسابقه، او يعني النظام بيجيبوا كل الناس اسامي كل الناس اللي قالوا الاجابه صح وبيختاروا منهم واحد، وبعدين بيتصلوا بيه بالتليفون يوم الخميس بيقولوا مبروك انت اللي كسبت، عشان بس الناس بيجوا هنا المبنى ويبقوا زعلانين قوي ويقولوا احنا كسبنا ومفيش حد بيرد علينا ومفيش حد بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه. لا، اللي بيفوز على فكره يا جماعه هو فقط اللي الشركه بتتصل بيه مش العمليه بشكل عشوائي. نيجي للقضيه الثانيه بتاع اي حد عايز يتبرع لاسره الراجل اللي هو اولاده الاثنين اتقتلوا في اسيوط، اهلا بيهم، يجوا طبعا بسرعه ويجي عندنا ويستلموا الجائزه، ما فيش مشكله خالص بالنسبه للجائزه. احنا ما بنتكلمش عن الجائزه دلوقتي، انا بتكلم على الناس اللي ممكن يتبرعوا لاسره البرنامج. هنتلقى تليفوناتكم ومعاكم على طول على الهواء مباشره، واي استفسار سواء في الحلقه دي او في الحلقات السابقه احنا معاكم على طول. طبعا هو واضح ان في مشكله، يا ريت لو ننزل بفاصل ونرجع لكم تاني ونتلقى كل اتصالاتكم.
كمبيوترات، أجهزة تابلت، مولدات كهرباء، أجهزة لابتوب وأساس منزلي، غرف أطفال وأنتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66 أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. من هو مؤسس بنك مصر؟ 1. أحمد عرابي. 2. طلعت حرب. 3. محمد علي. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني. وبالنسبة لأي قضية بتحصل على فكرة، عشان بيقولوا أنتوا ليه بتختاروا محافظة المنيا؟ إحنا ما اخترناش محافظة المنيا، إحنا قبل كده كنا في أسيوط، وبعد كده بني سويف، وبعد كده جينا محافظة المنيا، وبعدين جينا تاني في بني سويف دلوقتي. ما فيش اختيار محافظة معينة أبدًا، وقبل كده كنا في رحنا حتى المراكز، يعني إحنا ما بنختارش أي مكان إلا حدث فيه الجريمة، الجريمة هي البطل بتاعنا وهي اللي بتختارنا. يعني إحنا ما بنركزش على كتر التوعية على صفحة البرنامج على الفيسبوك ويقول لك ما فيش غير المنيا، ما فيش غير المنيا، ما فيش غير المنيا. لا، أبو حسام من ليبيا. اتفضل يا ابو حسام. عارف ازي حالك؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. اتفضل يا ابو حسام. استاذ حنفي معايا؟ اه معايا، اتفضل معاك. اتفضل. اللي مراتب الخطه كلها استاذ حنفي عيد. ايه؟ اللي مراتب الخطه كلها دياتي الاستاذ عيد العريس زويج. اه تمام، هو اللي مراتب الخطه كلها دياتي. طب واللي اشترى الاجهزه متفق معاهم ولا كان حسن نيه عنده؟ لا، الراجل كان حسن نيه عنده استاذ حنفي. كان عنده حسن نيه، لكن مراتب الخطه كلها دياتي عيد. عيد؟ ايوه، هو اللي مراتب الخطه، هو اللي متصل بيه، وهو اللي مراتب الخطه دياتي. لكن انت واثق ان اللي اشترى الاجهزه دي كان عنده حسن نيه؟ الراجل انا يعني واثق، راجل تاجر، واحد جاب لي حاجه اشتريها، هشتريها على حسن نيه، مش عارفها ان هي مسروقه او مش مسروقه. تمام، اشكرك اشكرك. وجهه نظر برضو، لكن على فكره ثمن جهاز الكمبيوتر ما يقلش عن 2400 جنيه، يعني حته ان هو يقول لك الجهاز ثمنه 1800 جنيه، ما فيش جهاز كمبيوتر ب 1800 جنيه يعني الا اذا كان. وبعدين الاجهزه اللي بتروح المدارس او التوريدات الحكوميه بتبقى اجهزه غاليه جدا، تبقى اجهزه ليها مواصفات واشتراطات معينه وبجوده مرتفعه جدا. فبالتالي انا يعني انا حاسس ان الكلام ده زي ما قال رئيس المباحث الرائد احمد خولي، قال لك مش ممكن ده، هو ثمن الاجهزه يعدي 260000. معانا الاستاذ عبد العظيم من بني سويف. اتفضل يا استاذ عظيم. اتفضل معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حنف؟ اهلا بيك. مع حضرتك من بنفيت من فاشل. اتفضل. بس يا حنف، هو الراجل اللي اشترى الكمبيوترات ده ملوش اي ذنب على فكره، هي واضح قوي انه ملوش اي ذنب. ايه اللي اعطاك الشعور بكده يعني؟ يعني هو حضرتك جه وقال وجاب المتهم وقال له فعلا عاوز اخد جهاز حلال، واضح زي الشمس يعني ان هو اصلا ملوش اي ذنب في اي حاجه. يعني انت صدقته؟ اه. الشمس اللي هو ليه السبب ان هو احمد هو ده سبب المشكله، اما السواق ما دام عمل ذنبه بس هو الذنب بتاعه، فهو مش عارف بقى ممكن صاحب الشركه هو يسامحه. بس هو لما اشترى الاجهزه عارف ان الشاب ده ما بيبيعش، الشاب ده كله دوره ان هو بيعمل عليها بس شغل، لكن يبيع له 88 كمبيوتر مره واحده؟ لا، قال له انت جايبها منين؟ ولا فين الفاتوره اللي انت جايبها بيها؟ ولا اسم الشركه يعني؟ ما في نفس الوقت الحلف هو الراجل واضح ان هو ملوش ذنب، معلش اي دليل يعني، ما فيش اي دليل عليه، هو كل اللي عمله ان هو اشترى منه كمبيوتر. ما هو برضه فرق السعر برضه يخلي الواحد يشك برضه. ما كده يا استاذ حنف، يا ريت كمان القضيه دي كلنا نشوف ما يطلع. حاضر، فعلا هنتابع القضيه، واي حكم على فكره بيتم. حضرتك عملت فيها ايه؟ نعم، القضيه بتاعت فشل حضرتك عملت فيها ايه؟ انهي قضيه في الفشل؟ اللي هو بتاع مثال الرحم. ما زالت القضيه ما دام لسه ما صدرش. احنا حضرتك احنا من السنايره من صفت الهرف قريبين من ممكن انا اروح اكتب عند الدكتور ده ويعمل معايا زي ما عمل مع لسه 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 ما فيش اي قرار فيه، لسه ما فيش اي قرار. اشكرك اشكرك، لسه ما فيش اي قرار. احنا بنتابع على فكره، والقضيه مجرد ما يصدر فيها اي حكم هنعلنه فورا. ويمكن معانا الحاج عبد الله من السعوديه. اتفضل يا حاج عبد الله. السلام عليكم. ازيك يا حنفي؟ اتفضل يا حاج عبد الله. السلام عليكم يا حاج عبد الله. السلام عليكم. الو. ايوه، يا ريت نعلي الصوت. ايوه يا حاج عبد الله، كيف حالك يا حنفي؟ اهلا بيك، اتفضل. ايوه سامعك. اتفضل اتفضل يا حاج عبد الله. دلوقتي المشكله من عيد. ايوه المشكلة من عيد يا استاذ حنفي. اتفضل. المشكلة من عيد، اللي هو اشترى الكمبيوترات ده ما عندوش غلط. اللي اشترى الكمبيوترات كله بيقول ما عندوش غلط. ما عندوش غلط، عندك اسعار الكاميرات وتطوير وما يتكلم في مكتبه يعني، مش صحارة ولا في شارع. بس هو اشترى اجهزة أرخص من سعرها على الأقل ب 600-700 جنيه. ما هو لا، ما هو عنده ضمان، هو شايل الضمان. الضمان هو الفرق ده كان في الضمان. أيوه الفرق في الضمان. وهو 1500 فتمنى 400 جنيه. تمام، هو ده وجهه نظرك انه عنده حسن نيه. ايوه، وتحيه للناس كلها بتاع قناه الصعيد اللي بتسمعنا دلوقتي. اشكرك وترجع لنا بالف سلام، الف شكر. على فكره اصل حسن النيه دي يعني انا لما اكون قاعد كتاجر ويجي لي واحد من غير فواتير، وبعدين ده كان زبون عندي اقصاها يجيب لي مثلا اسطوانه عشان احط له عليها شغل ينزله على الكمبيوترات، يجيب لي 88 جهاز مره واحده، شيء ضروري. طب فين فواتيرهم؟
سيد من المنصورة. اتفضل يا استاذ سيد. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ سامي؟ يا رب يبارك لك. اتفضل. الله يبارك لك. عايز انا كان ليا طلب صغير بس كده. اتفضل. انا ممكن نعمل 5 دقايق مثلا في الحلقه عن القضايا اللي فاتت يعني الاحكام وكده. ما هو اصل انت عايزنا نقول الاحكام يعني. الاحكام بتاعت الحلقات اللي فاتت يعني ممكن يعني انا اقول لك على حاجه على فكره. هل تعتقد حلقه زي اللي صورناها بتاع صوت الراجل اللي ولاده الاثنين اتقتلوا دول واتذبحوا؟ انت عارف عشان هيصدر فيها حكم امتى؟ يعني لا. احنا مش الفكره ان هذه حلقه واجي الحلقه الثانيه اقول الحكم، لان القاضي بيدي طبعا فتره كبيره للمحامين للاطلاع وللدراسه وللتاجيلات، وبعد كده بيكون في حكم، وبعدين بيكون في نقد او استئناف، وفي وفي يعني اقل قضيه بتقعد لها في المحاكم 5-6 سنين. يعني انا اتمنى طبعا هذه الحلقه من هنا يصدر فيها الحكم الاسبوع اللي جاي اعلنه يا ريت، بس ما فيش قضيه بتبقى بالسهوله دي، ده بتقعد سنوات. يعني سماح اللي قتل الجثه دي قعدت على الاقل 3-4 سنين لغايه ما اتعدمت. يعني في قضايا كتير قوي بتاخد اوقات كتيره لغايه ما يصدر فيها الحكم. ده انا احيانا بجيب الحكم الناس يقولوا انهي قضيه دي، احنا مش فاكرين الحاله. علشان كده احنا كنا دايما بنذيع الحالات اللي بنعيدها وبنكتب الحكم. يا ريت انا معاك طبعا، اتمنى ان كل حلقه اقول فيها الحكم بتاع الحلقه السابقه يعني. لا يعني عشان بس الناس تعرف مثلا ايه اللي حصل يعني، هي بس كده كتكمله للبرنامج مش اكتر يعني. يا ريت القضاء عندنا يكون بالسرعه دي والاحكام تبقى سريعه عشان حتى تبرد النار اللي تبقى في قلوب الناس المجني عليهم. اشكرك يا رب. الحاج مصطفى من السعوديه. الحاج مصطفى اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا حاج مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. سامعك. هو نبه المشكله كلها جايه من الصوت. يا ريت نعلي الصوت. يا حاج مصطفى بقول لك المشكله كلها جايه من الشوارع. سامعك. سامعك يا فندم. انا لا انت سامعني، انا اللي مش سامعك. انت سامعني. لا انت بتكلم حد جنبي. اشكرك. فيعني هدي هنترك الحكم فيها للقضاء، وسواء كان قاصد ان هو يشتري حاجات هو عارف ان هي مسروقه او ما يعرفش، دي طبعا هيبان من الحكم. لو خد فيها طبعا حكم وراه لتوافر حسن النيه هنعلن، لو خد فيها ادانه هنعلن ان شاء الله. وان كان الراجح من التحريات ومن رجال من كلام رجال الشرطه انه كان عارف ان الاجهزه دي مسروقه. مشير من جده. بشير من جده. اتفضل يا استاذ بشير. اتفضل. السلام عليكم يا استاذ حمد. وعليكم السلام. اتفضل. الو. اتفضل. سامعك استاذ حمد. معاك. اتفضل. كيف الحال؟ الله يخليك. اتفضل. كيف حالك؟ والله بدك بتاعك 100 100 يعني. يا رب يبارك لك. اشكرك وربنا يديك الصحه والعافيه والطاقه اللي معاك يعني. يا رب يخليك. اتفضل. والله بس تكون مفروض الاحكام كبيره شويه يا استاذ حنبي يعني. نعم الاحكام يعني. يا ما احنا قلنا الاحكام والله مجرد ما بيتم اي حكم بنعلنه على طول. ربنا يسهل يا رب. يا رب يبارك لك. بالنسبه للشركه الكمبيوتر ده والله يعني مظلوم شويه يعني. اللي هو اشترى الكمبيوتر. اشترى عادي. اه ده راجل مظلوم. اما السواق برضه السبب والثاني ده. اشكرك. أشكرك. على فكره ثمن الاجهزه يعدي 220,000 غير ثمن العربيه. لو احنا شفنا العربيه ثمن العربيه يعدي مثلا 100,000 150,000 يعني برضو. بس طبعا اللي اشترى مش كان هيشتري العربيه، هو اشترى اجهزه الكمبيوتر بس علشان يعني ما نحاولش ان احنا نزود عليه الاتهامات. فبالتالي هنترك ده الموضوع للقضاء العادل وهو اللي هيقول كلمته ان شاء الله. احمد من ليبيا. اتفضل يا استاذ احمد. اهلا. اتفضل. مبارك الله. اهلا بيك. اتفضل استاذ حنفي. ايوه اتفضل. ازيك يا استاذ حنفي؟ يا رب يبارك لك. اتفضل. هم الثلاثة نصابين. الثلاثة. هم الثلاثة نصابين. حتى اللي اشترى الأجهزة؟ كله نصابين. ليه بتقول كده بقى؟ أول اللي اشترى الأجهزة ما هم تعملوا أنتم ما تقول 2000 ونص، هو مش داري بلفه وعمية، هو نصاب عينه. ما بيقول لك ده فرق الضمان. ضمان يا عم. ضمان يا عم. أنا معاك صحيح يعني، يعني بالفترة كده، بالفترة كده نقدر نقول إن هو كان يعني بالخبرة. يعني شحات. إيه؟ طيب ماشي يا احمد، وسلم لي على كل المصريين اللي عندك في ليبيا، ويا رب يرجعوا لنا بالسلامه يا رب ان شاء الله. احمد من اسيوط. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا باشا هم الثلاثه نصابين. بس انا شايف ان كل الناس متعاطفه يعني مع اللي اشترى. الو. انا سامعك. اتفضل. وطي التلفزيون خالص وكلمني من التليفون. ايوه بقول لحضرتك هم الثلاثه نصابين. حتى اللي اشترى. بقول لحضرتك هم الثلاثه نصابين. حتى اللي اشترى برضه نصاب. طيب كويس، انا كنت 4 سنين يقول لي هم ثلاثه نصابين. ماشي. فطبعا هنترك يا جماعه على فكره حته حسن النيه او سوء النيه للقضاء، يعني مش هنركز عليها قوي، لانه يعني لو فعلا لو اشترى بحسن نيه يعني الموضوع منتهي. بس هو اشترى بحسن النيه يعني انا لو اجيب لك تلفزيون واوديه لك البيت واقول لك انا معذور في قرشين جايبه ب 1000 جنيه خده ب 700 منطقي، لكن اجيب لك 88 جهاز كمبيوتر اقل شيء
احمد من السعوديه واقول له ده ثمنه كده اعتقد فيها شك يعني. اتفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد خلاف يعني. اتفضل يا استاذ احمد خلاف. اتفضل استاذ حامد عامله. اتفضل يا استاذ احمد عامله باش. الله يخليك الحمد لله رب العالمين. اللي كشفهم دول السر يا استاذ حنف يعني. ايه اللي كشفهم السر؟ اللي يكشفهم السر لما قال له انا فضفضت الواحد لما فضفض لحمه. هو ده السر يعني. ساعات قال انا فضفضت لحمه قال لي كشفهم ووجعهم السر. تمام اشكرك يا استاذ. اشكرك وجهه نظرك سليمه. من اسيوط ايمن من اسيوط اتفضل. السلام عليكم. علي من اسيوط يا ريت نشوف الصوت يا جماعه عشان مش واصل لي. اتفضل يا استاذ علي. استاذ حنفي اتفضل. يزيد فضلك. هم الاثنين الغلطانين عيد واللي معاه يمكن المشتري ده ماله؟ المشتري ده اوقات هو غلطته يتحمل وزره ان ما خدش فاتوره ولا حاجه. تمام هو فعلا اشترى من غير ما يعرف مصدر ال 88 جهاز دول جايين منين؟ يعني انت مطلع مسابقه دلوقتي. تمام. يعني انت مقابل اللي كسب المسابقه دهيات ان جاب الواحد بره بتاع شرطه وقال له دي جهتها منين؟ ما خدش فاتوره. انت اللي متضمن بيه. صحيح. صحيح. لكن هو يتحمل وزره عشان خاطر ما خدش فاتوره. اشكرك فكره يعني هو الكلام. ابو محمود من السعوديه اتفضل. يا ابو محمود مرحبا. يا اهلا بيك اتفضل. استاذ حنفي اتفضل معاك. اتفضل يا استاذ حنفي اتفضل. ايوه يا استاذ حنفي معاك والله اتفضل. العيد هو ما عيد هو سبب الجريمه. ما عيد هو سبب الجريمه ماشي لكن اللي اشترى ده ما اللي اشترى ما لهش ذنب يا استاذ حنفي. ما لهش ذنب. ما لهش ذنب يا استاذ حنفي. بس هو ما سالش عن المصدر. ها؟ ما سالش عن المصدر. لا ما هو لازم. هو الراجل جات جهازات وبتاع وده 1400. ما هو بس الجهاز بره يتباع. السواق هو سبب الجريمه. هو سبب الجريمه. اشكرك اشكرك حاجة محمود اشكرك. يعني سيد من اسيوط اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ايوه حنفي. اتفضل اتفضل اتفضل. ابو شاهين معاك من بيروت. اهلا بيك يا ابو شاهين. حضرتك ال 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 السبب الحرام الرئيسي والمشوار ده كله السواق نفسه. السواق وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. السواق لان هو اللي اتفق مع ال حاضر حاضر. لان هو اللي اتفق مع الاخ الثاني ده اللي هو باع الاجهزه. بس هو السواق السواق قال انا رحت له وقلت له رجع الاجهزه وهرجع لك الفلوس علشان انا ضميري صحي وان اللي عملته ده غلط وده لوم تعيش وانا لسه متجوز حديث وبيتي هيتخرب والتاني ما رضيش. انت بتسمعني حضرتك. هم الاثنين مشتركين مع بعض. اما الراجل اللي اشترى ده فالراجل ده مظلوم. مظلوم. اما من ناحيه السعر حضرتك. ايوه. يا اخي وطي التلفزيون خالص انت ليه بتسمعني من التلفزيون؟ ما انت حاطط التليفون على ودنك. حاضر. حاضر. اتفضل. حاضر. برضه الاخ اللي اشترى ده مظلوم، ليه حضرتك؟ لان هو دلوقتي اشترى الجهاز مثلا ب 1300 او 1400. تمام. هو فرق للضمان مثلا 200 او 300 جنيه. ده فين المصدر؟ يعني ما قالوش تليفون. تمام. المصدر حضرتك هو قال له انا همضي لك انا هجيب لك المبايع عند اللي اشتريت منه. بس ما اعطالوش مبايع. اشكرك اشكرك. يعني طبعا كل واحد بيقول رايه وده حريه طبعا في اللي بره وفي اللي يعني وجه الاتهام. لكن طبعا الحكم في النهايه هيكون للقضاء والقضاء هو اللي كان هو اللي هيثبت ان كان المشتري عنده حسن نيه في الشراء ولا كان عنده سوء نيه لما اشترى هذه الاجهزه المقصوده. جمعه من السعوديه اتفضل يا جمعه. استاذ حنفي اتفضل. معاك محمد حسن خير من السعوديه. طيب استاذ محمد هو يعني جمعه اهلا بيك اتفضل. الله يكرمك استاذ حنفي. استاذ حنفي اللي هو شرى الكهربائيه دي ما عندوش اي ذنب بالنسبه للكمبيوترات الشراء الراجل ده. ما عندوش اي ذنب نهائيا خالص. ما عندوش اي ذنب لان هو متعامل مع راجل كده من بقاله فتره وما عندوش اي شيء منه حصل قدامه يعني. تمام. بس اللي مدبر كل اللي حواليه المشكله السواق لان هو السواق هو تحت راسه كل شيء. السواق. السواق والسواق طبعا زميله اللي كان شغال معاه قبل كده. طبعا هما في جميع الاحوال يعني السواق او صاحبه التهمه متساويه يعني او الاتهام متساوي. لان هم الاثنين خطفوا مع بعض وهم الاثنين اشتركوا مع بعض وهو اللي بعت له العربيه وهو اللي وداها طريق الصحراوي يعني كله كان الفيلم هم الاثنين مشتركين فيه. لكن اللي شارع سبحان الله ما عندوش ذنب. ما عندوش ذنب. ايوه. اشكرك واقول لك انا عايز اكل جنيه حلال اوكل ولادي جنيه حلال. اشكرك. ايوه صحيح وصادق في كل كلامه كان بيقوله صادق يعني ما عندوش اي شيء والله. هو فعلا لو سمعنا كلامه وهو بيواجه حتى المتهم الثاني قال انا مش قلت لك
عايز اكل جنيه حلال وتاني قال له حصل، يعني برضه كلام يحمل المنطق. اشكرك. لا كلام منطق يعني، كلام منطق ما عندوش اي ذنب. تمام اشكرك اشكرك. هي السرقه اللي بتطلع دلوقتي على الطرق الصحراويه يا ريت فعلا تتواجه، يعني اللي بيوقف عربيه وياخد المتعلقات اللي فيها او يثبتها بسلاح آلي المفروض فعلا يكون فيها الحكم سريع جدا، علشان فعلا لو جريمه والتانيه من غير ما يصدر فيها حكم سريع هتشجع على ان الواحد يتجرأ ويقف ينصب السلاح او يوقف في الطريق وياخد المتعلقات. ليه بنقول كده؟ لان حصلت قبل كده يمكن مش في الايام دي، الحمد لله اربع، يمكن الامن متواجد دلوقتي في الشوارع. كلنا نتذكر قضيه الفتاه اللي كانت رايحه تزف الى زوجها في السعوديه، وللاسف قطعوا الطريق وخدوها، ولما شافوا انها لسه عروسه كانت رايحه لعريسها يعني رحمه الله عليها بفستان الزفاف طمعوا فيها واغتصبوها وماتت الفتاه اللي كانت ست اغتصبوها. يعني فعلا لو كان صدر حكم الاعدام الفوري على المتهمين ما كانش فعلا تكررت مثل هذه الحوادث. اللي بيعمل كده بقى دلوقتي لما يتمسك واحد بعد الفيلم اللي عمله ده، سواء كان بالدولارات اللي كان الفيلم اللي عملوه او بالكمبيوترات اللي اتمسكت النهارده، مفيش، مش هتتكرر. لما نلقى اشغال شقه مؤبده، لما نلقى اعدامات، لما نلقى 10 سنين سجن، لما نلقى كله هيفكر 100 مره قبل ما يفكر ان هو حتى. طيب فصل ونرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين ونواصل اتصالات تليفونيه. هذا الجانب وبيثيره بشكل افضل يعني. عندهم خبره كثيره جدا في كافه المجالات. اعزائي المشاهدين اسعد الله مساءكم بكل خير، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث الساعه. مش هتعرف تتفادى الحاجات دي الا بالوقوف فعلا قدام كاميرا، الا بالشغل العملي فعلا. التدريب العملي بيثقل الموهبه، هيستفيدوا منها جدا وان شاء الله ربنا يوفقهم. هذه التجربه الرائده في قناه الصعيد تعتبر نموذج يحتذى. جميله جدا من خلال العرض اللي تم، اعمال بتمس الواقع اللي احنا عايشين فيه. حسيت بعمل مشوق جدا. الصعيد النهارده ودوره الصعيد من خلال قناه الصعيد في كوادر بشريه بتتخرج من خلال هذا المركز. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على رقم 010 94 99 91 18. خير وان شاء الله كله هيعدي على خير، لان ثقتنا مش في بني ادمين، ثقتنا في ربنا، وكله هيعدي ويبقى زي الفل. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك. يا رب السياحه ترجع مره ثانيه اكتر من الاول.
رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وننتظر تليفوناتكم ومداخلاتكم وعرض وجهات نظركم المختلفه، سواء ما كانت مؤيده او معارضه، سواء كان شايفه ان اللي سرق او اللي اشترى الكمبيوترات كان عنده حسن نيه او كان اتهم رئيسي وشريك يستحق ان هو يتعاقب نفس العقاب، لان هو الثلاثه لو فعلا ثبت انه ما عندوش حسن نيه بالعقاب واحد، سواء كان الساك من الاقصر. جمال اتفضل. اتفضل يا استاذ جمال. ايوه مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ حنفي؟ اهلا بيك. على فكره يا استاذ حنفي، الراجل اللي اشترى الاجهزه ده انا حاسس انه مظلوم يعني. مظلوم؟ تمام. ليه بقى؟ جالك مين الاحساس ده؟ فرق الجهاز مش شاسع للدرجه، اللي هو يعني الجهاز ثمنه 1800 جنيه من هو مشتريه ب 1450 جنيه، كلامه مقنع يعني 400 جنيه ثمن ضمان. فرق الضمان. ايوه بس انت ما خدتش بالك لو اسم الباحث قال ثمن الجهاز يعدل 2000 جنيه. هو الجهاز انا سمعت ثمنه 1800 جنيه. بس هو الثمن بره يعني المتداول عليه 2400 جنيه 2600. يعني هو اللي اشترى الاجهزه قال لك ثمنه ما يزيدش عن 1800، لكن كلام التحريات ورئيس المباحث قال لك لا يعدل 2300 2400. 2400 جنيه يعني. ايوه ايه رايك؟ لا صراحه فرق النص شاسع، يبقى ممكن يكون ان هو يدي فيها يعني. ما هو ممكن بقول لك حسب هنا التحريات بقى هي اللي هيكون الفيصل. يعني هو بيقول لك يعني الجهاز ثمنه ما يزيدش عن 1800 جنيه، لكن كلام رئيس المباحث قال لك يعدل 2300 2400. 2400 جنيه من 1450 جنيه الفرق شاسع يا استاذ حنفي. الفرق شاسع هنا يبين كان فيه صينيه. ولا ده نقول عليه فرق ضمان؟ لا ده ما يتقالش عليه فرق ضمان، ده اكيد ان هو عارف ان هي اجهزه مسروقه واشتراها عشان المكسب، يعني الفرق شاسع النص تقريبا. وبعدين ما فيش حد هيشتري 88 جهاز من غير ما يعرف المصدر بتاعهم وياخد فاتوره وياخد مبيعه. مش كده ولا ايه؟ مع حضرتك كلام مش مظبوط يا استاذ حنفي، يبقى فعلا هو عنده خلفيه من الجهاز الاجهزه دي مسروقه. احنا نقول احنا بنعرض وكات نصر يعني، احنا بنتناقش مع بعض، ممكن يطلع في الاخر ان هو فعلا عنده حس نيه يعني، ما احنا بس بنفكر بصوت عالي. الفرق شاسع يا استاذ حنفي، يعني 2400 جنيه من 1450 جنيه 1000 جنيه مش معقول هيكون ضمان 1000 جنيه. بالظبط كده. بالظبط كده. فبالتالي برضو يعني احنا مش يعني ده هنتركها برضو للقضاء، احنا بس احنا بنتناقش. خلف من مطاي. السلام عليكم يا استاذ حنفي. وعليكم السلام، اتفضل. دعني احيي حضرتك وفريق الاعداد. ربنا يبارك ثم اقول لحضرتك هذه صوره من صور السرقه غير المباشره. في اركان السرقه سيدي وعقوباتها عرفت الماده 311 من قانون العقوبات، كل من اختلس منقولا مملوكا لغير فهو سارق، وهي تقابل الماده 389 من قانون العقوبات الفرنسي. ومن المتفق عليه ان يلزم لقيام السرقه سيدي توافر الاركان الاتيه: الركن المادي هو الاختلاس، الركن الثاني ان يكون على هذا الفعل على مال منقول مملوك للغير، الجزء الثالث هو القصد الجنائي. تمام. دعني اقول لحضرتك الاختلاس هو اغتيال مال الغير بدون رضاه، وكان صعب رايه لان كلمه الاختلاس ترجمه لاتينيه التي كان يستعملها القانون الروماني. لكن دعني اقول لحضرتك ان الثلاثه ليسوا على مستوى واحد بالنسبه لمسؤوليتهم الجنائيه. الاخ بتاع الغربيه دوا اشترى مال هو في حقيقته وربما يكون حسن النيه، لكن القانون المدني اشترط على من يشتري مالا منقولا أن يشتريها من أماكن محددة كالأسواق وربما يكون البورصة وحاجات زي كده ثابتة يعني لديها مسائل رسمية. سواء زي بعض يعني. أنا دلوقتي لو قاعد في شركة وواحد جاب لي 20 تلفزيون، التلفزيون ثمنه بره ب 2000 جنيه وقال لي هبيعه لك ب 1000 جنيه وأنا اشتريتهم، كده يبقى أنا عندي حسن نية؟ دعني أقول لحضرتك سيدي إن الأسعار تختلف بين حين وآخر، وربما شركات تعرض تخفيضات تصل إلى 50% من أجل أن تبيع ما لديها من أرصدة في المخازن. لكنني هنا اقول ان الاخ بتاع الغربيه دوت مسؤوليته انه اشترى حتى لو كان حسن النيه. هنا المحكمه ستقدر الامور بما قدم من ادله. لكن دعني اقدم جزئيه ايضا بالنسبه للعقار اللي هو السارق. هناك نص في القانون المدني يبيح او بمعنى صح لحسن النيه ومن مضى على عقده 5 سنوات، ثم هناك عقد سيء يعني من بيع لما لا يملك ذلك العقار ينقل له الملكيه. ده في العقار سيدي. تمام. يمتلك حسن النية العقار بمضي 5 سنوات حتى لو كان العقد عقد غير صحيح ومما لا يملك ذلك البيئة. ده بالنسبة يعني للمباني، لكن بالنسبة للأجهزة المنقولة زي التلفزيونات والكمبيوترات. على أن تكون ذلك الشراء يتم في أسواق أو في البورصات وفي مكان ثالث ربما يغيب عن ذاكرة الآن. أما الأخ اللي هو السواد ده فاعل أصلي في الجريمة والثاني شريك له. طب لو هم الثلاثة كانوا متهمين نفس العقوبة واحدة ولا بتختلف؟ لا سيدي، ما انا بقول لحضرتك ليسوا سواء بالنسبة للمسؤولية الجنائية. الأول السواد ده مسؤول فاعل أصلي، الثاني شريك لي، وربما الشريك يأخذ عقوبة الفاعل الأصلي. ما انا بقول عشان كده ما فيش جنيه واحدة. أما الأخ بتاع الغربية دوت فمسؤوليته أنه اشترى شيئا مخالفا للقانون.
لو كان سيء المحكمه بمرؤيتها وتكوين وجدانها وعقيدتها في الحكم. لو كان سيء النيه وكان عارف انها مسروعه بتتساوى نفس العقوبه. ربما تستظهر من التحقيقات لكنها ليست وعاء مادي ظاهري سيدي، سبب من التحقيقات، لان دي مساله داخليه، وربما لو كان هناك له سوابق سابقه في قضايا مماثله يبقى اذا هو سيء النيه. تمام لا. اشكرك. في جزئيه اخيره يا استاذ حنفي اتفضل. البرنامج بتاع حضرتك جميل جدا، لماذا لا تكون او تجمع تلكم القضايا على مر الاعوام اللي انت عملتها ويصدر فيه كتاب يعود موارده الى القناه، واعتقد ان المحامين سيشترونه سيما اذا كنت قد اضفت اليه الاحكام التي صدرت، والله الموفق. وليه العادي يروح للتلفزيون ما يروح للزميل حسين الحكيم معد البرنامج وهو يعملهم في كتاب بصفته هو المعد، وبالتالي يكون العادي هو. لكن طبعا اشكرك، انت عايز تزود يعني الدخل للتلفزيون ودي حاجه تسعدنا. اشكرك. محمد من مغاره، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ حنفي؟ يا رب يخليك. معاك محمد ابو حسين برتقالي استاذ حنفي. اهلا بيك. ازيك يا استاذ حنفي، اخبارك ايه؟ اتفضل. والله يا استاذ حنفي هو الموضوع كله النهارده يعني يثبت ان الحمد لله البلد فيها امن وفيها امان في اخر يعني، بدليل ان الشرطه برضه يعني هذه قضيه صعبه يعني. تمام اكيد اكيد. يا استاذ حنفي انا بقول يعني الاخ اللي هو بتاع الشركه ده الغربيه ده استاذ حنفي مسؤول كبير يعني، ده يعني يعتبر ده عمدان مدان ادانه جامده برضه يعني استاذ حنفي متهم. ليه بقى يا استاذ حنفي وعرفناه؟ ليه؟ انا مش هاخد استاذ حنفي من حضرتك حاجه الا ما اعرفها تكون جايه منين. بالظبط كده ولا ايه؟ بالظبط. يعني مثلا شغال في معهد مثلا، معهد مثلا بطوله النفيله تحصل 88 جهاز من غير ما يعرف مصدرهم. في حاجه الا ما اعرف مثلا فيها مثلا اخد منها فاتوره اخد جسيمه بيها. صح. اعرف مصدرهم حتى. مش كده ولا ايه؟ صح. انا حتى مش حاسس ان الاخ عيد ده هو اعتبر هو اللي يعني هو اللي ماسك العصابه كلها. صحيح. يعني مثلا يعني اختي انا هبلغ حنفي، طب حنفي مش عارفه ان انا معايا كمبيوتر ومعايا عالم، طب حنفي طبعا باتصالات باتفاق عارف الكلام ده. انا معك متفق معاك على فكره فعلا. حنفي والله يعني في البدايه والنهايه هو ده عدم يعني ثقه في ربنا تعالى عز وجل، يعني لو يعني في واحد عارف ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعمل كده. ما معظم هو معظم المتهمين ايه؟ ما كل مشاكلنا البعد عن الله، يعني كل اللي بيحصل لنا دلوقتي ان احنا بعدنا عن ربنا. يعني ده بيثبت ان الحمد لله ربنا البلد فيها امن وفيها شرطه وفيها قضاء، ويعني بلد يعني بلد مؤسسات، فان شاء الله يعني اي جريمه ان شاء الله تحصل جهاز ممتاز ان شاء الله يكون الشرطه عامله بيها ويكون موجود عليها ان شاء الله. باذن الله. اشكرك. معايا محمود من الفاش، اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ حلبي؟ يا رب يبارك لك. انا بحييك يا فندم وبحيي اخصائيه البرنامج وبحيي قناه الصعيد تما وبحيي الجهه اللي هي تدعم البرنامج بتاع حضرتك. اشكرك. لانه اجمل برنامج سمعناه في حياتنا احنا والفشن تما وبني سويف كلها بصراحه، يعني بتحب البرنامج بتاع حضرتك. يا رب يبارك لك. الله يخليك يا فندم. وبعدين يا فندم انا بحيي رجال الشرطه كلهم. وبقول ان الشرطه سهاره فعلا، يعني فعلا سهاره وليلهم عذاب، هم حوالين الظلم بيلتفوا. ورصاص المفسدين غلاب والكل روحه على كفه، اتوحد الامن علنيه، هيعيشوا احرار ويموتوا بلاديه، وسلام للداخليه والشعب الجنائيه. تمام. اشكرك. وبعدين يا فندم بصراحه يعني الثلاثه شايلين في الجريمه. الثلاثه شايلين في الجريمه، لان هو المفروض كده يعني بصراحه يعني ما يشتريش الا بورقه رسمي طالع من الشركه اللي هو تابع ليها. صحيح. انا معك. اشكرك. معايا رومي من بني سويف، اتفضل. الو. السلام عليكم. اتفضل. ازيك يا استاذ حنفي؟ يا رب يخليك. ازيك يا استاذ حمدان؟ اتفضل، ربنا يبارك لك. المتهم اللي هو ثالث وقع غربيه يا استاذ حنفي. يا استاذ حنفي.